السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام الأعمال المتنوعة، كيدايرين؟ لاباس عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله غيكون هويا واحد زواق ديال البرشمال، علاش كاين نجمة فيها 8 رؤوس، وغادي يكون هنايا واحد الخدمة هنايا في الجنب. أنا هنا راه طراسيتها، نوريكم الطريقة كيفاش. بغيت باش نربح الوقت هو أنكم غاديين تاخذوا هكايا في المنتصف بحال هكا نتوما، يعني كيف ما ان تكون الراندة ديال واحد لا ديال جوج ولا ديال ثلاثة اللي بغيتو، ماشي مشكل. انا يخدم ثلاثة ديال الغرز، كتديرو واحد الخط اللي هو هكا، كبر الصورة شوية. كنجي لهنا كناخد يعني من هنا من هاد المربع هذا كندير نقطة هنا ونقطة هنا، كنعبر ان سنتيم، وكان عندي خصو يكون من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم، الطول سنتيم والعرض سنتيم بحال هكا. نجي عاوتاني ناخذ من بعد واحد شويه من هذيك النقطه، هي واحد شويه المسافه ديال 1 مليمتر، وكنعاوتاني ندير 1 سنتيم بحال هكا، ندير ربعه هما الاولين هادو، هاد ربعها هما هكا، يعني وحده هادي مقابلين مع هادي نفس المسافه. ونخلي هنايا ديك الوسط ندير فيه حتى شي حاجه، لانه ضروري يعني تبقى ما غاديش تجي الا لصقتو، غادا تجي ديك النجمه ما زويناش. من بعد هاد ربعه اللي درنا كنديروا فوق منهم ربعه اخرين، وكنجيو عاوتاني حداهم وكنديروا هادو بحال هكا. انا من الافضل يعني بالنسبه اللي غادي نديروا اول مره، من الافضل انكم ديروا بالبابي كاربون، يعني تخدموا الخدمه ديالكم وتشوفوا الطريقه اللي باغيين، ومن بعد ما غديروش هكايا كيف ما انا درت في التوب غير باش نبين لكم. نتوما غديروا غير نقط، يعني ان فوا تحطوا تقادوا الرشمه تنيو الورقه هكا باش يجيكم داكشي في الوسط باش يبان لكم، وديروا البابي كارمون وديروا غير هاد النقط، هادو غير النقط هما اللي غاديين نحتاجو حنا باش يبانوا لينا في الخدمه. وفي الخدمه اللي عندنا هنا نخليو نص سنتيم من هنا ونص سنتيم من هنا باش نخدموا بها هذاك الزواق ديال البرشمان عاوتاني اللي كيكون في الجناب. واحد الزواق كيكون هنا في الجناب، ها هو انا مخطاه هنا، وهالنجمه اللي انا درت وعلمت لكم بالستيلو غير باش تبان لكم، اما راه نتوما غديروا غير نقط باش ما يبقاش عندكم هاد الديفو هذا على حساب الخدمه، انا غير باش نوريكم. مهم غادي نبداها معكم. انا غندير جوج الالوان في الوسط، هذوك الاربعه غادي نديرهم بلون توب، اولا يمكن لكم ديروها غير بلون واحد يعني لون الزواق. انايا ندير معكم الوان بجوج، اولا يمكن لينا كاع نديروها غير بلون واحد باش تبان افضل، نخدمها بالبيج. الافضل نديرو غير لون واحد، بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ومشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء. مهم غدا نجي نبدا، خصني نبدا هنا لانه عندي هنا نقاط هامه في الوسط من هنا لهنا. نجي انا هنا ناخذ غير هاد الضربه هذه في التوب بحال هكا، من بعد نحاول نشد بواحد جوج فنيت باش يعاونوني في الخدمه مابقاش يلعب ليا التوب. دابا نجي لهاد النقطه هذه باش نخدم، ونجي هاد الوسط اللي عندي النقطه الثالثه اللي عندي هنا، ونجي لهنا بحال هكا، ونعمر الحبك ديالي كيف ما خدمت معكم قبل. ونعاود نعمر هكا الحبيب، الخيط راه مبروم انا درتو على 4 غير باش يبان في الخدمه. كيمكن لكم ديروا على 3 اولا على 4، انا درتو هنايا خدمت هنا بالخدمه على 3، خيط على 3، وفي سميتو في التعمار انا درتو على 4. ملي كنعمر هنا الوسط بحال هكا
كي نجي نخشي هاد الخيط من هنا باش نشد به باش يتشد ليا ديك القوس، ونجي نعمر هذا اللي عندي في الوسط. الى دائما ديك الطرف الثاني باش ما يجيكمش طالع، نوريكم غير واحد التقنيه باش يبقى ثابت، لانه هذا كيتبت لينا كنحطو عليه هذا. وهاد الثاني اللي تنخدمو نحاول نثبتو بواحد الطريقه بحال هكا. هما الحبيب نكمل بحال هكا، نوريكم كيفاش غنثبتو. نجي نهبط هنا بعدا في الثوب هو الاول، وغنجي لهنا نطلع شويه غير في هنايا في شي بلايصه هنا اللي تجيني في الوسط باش نثبت بها هذاك القوس بحال هكا. دابا نجي لهنا لهاد الغرزه هادي، نجي عاوتاني هنا نجي عاوتاني هنا بحال هكا. نجي نعمر بنفس الطريقة الحبيك نجي نعمر هنا عادي. المهم ان فوا كيكون يعني كيتختلف الاتجاه، تحاولوا انكم نتوما ملي تبغوا تخدموا ندوروا على حسب الاتجاه اللي غترتاحوا فيه. المهم انا غندير معكم غير افكار، وانتم راه يعني ما شاء الله راه كاين الابداع، كتقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا. دابا اون فوا كملت انايا هكا القوس ديالي، المهم ثاني ثبتوا هذيك الجهه. دابا شنو غندير، غنجي نجي هنا بحال هكا، نخليو هذا احسن. المهم تنوصلوا له، شوف نمشيو بهاد الوسطانيين الربعه هما الاولين، هذا فاش نمشيو للاخرين بحال هكا. هذيك تسمى النجمة ثمانية الرؤوس. دابا انا نسال غير هاد الخيط حيت كمل ليا. نعقد الخيط لتحت وندير خيط جديد باش نكمل معاكم.
نجي انا ركبت خيط جديد نجي عاوتاني نجي هنا شوف كنهزو غير شويه مهم سنين دور مع كيف ما كنرتاح انا لانه صعيب تجيك مع سريه هاد الفكره هادي هاد يعني هاد الزواقه هادي كيمكن لكم ديروها في جلاله البرد كتجي هكايا تقدروا ديروها نص الطوق يعني غنخدموا نجيو نعبروا نص الطوق عندنا مثلا فيه 40 اولا على طول الجلابه نديروا نجمه الفوق نخدموا راندة خفيفه اولا نديروا طراسن عند المعلم ونجيو نديروا النجمه الفوق ونديروا واحد المسافه فين غنخدموا داك الزواق الاخر اللي غندير معاكم و يفوا نديرو من بعد نديرو هذا نديرو نجمع عاوتاني نديرو عاوتاني هذاك الزواق يعني نقدروا نديرو نص الطوق اولا من الافضل نص الطوق ولا يمكن لينا كاع نكونوا خادمين حنا نص الطوق بشي حاجه مثلا بطراسن اولا براندا ونجيو في النص الطوق ديالو في التحت نديرو هاد النجيمه هادي انا يا رشمه ديال النجمه نخليها لكم في هي سهلة مهم غير الله أعلم يعني يبغي شي واحد يدير نحطها لكم في المنتدى دابا نجي عاوتاني ناخد هنا هاد النقطة هادي غنخلي النقطة ديال هنا بوحدها وهاد النقطة هاي بوحدها أنا غنجي ناخد هادي ديال الوسط اللي بحال هادو يعني عندي ربعة عندي ها وحدة هنا وها وحدة هنا هادي هيا وناخد هاد النقطة هادي شل الخيط مبروم لابد ما غادي يتعكرش ليكم ونشد مع هاد النقطة هادي بحال هاكا ونعمر بغيتو نديرو نتوما ديرو صغر من هاد النجمه هادي يعني بغيتو ديرو قل من 1 سنتيم لكم الاختيار انا غير باش تبان لكم في التصوير يعني خص يكون الحجم ديالها باين باش كلشي يستافد حتى 1 سنتيم كتجي زوينه كتجي شي حاجه باينه كيمكن لكم هاد الوسطانيين باربعه ديروهم بلون واللي في الجوانب ديروهم في لون اخر نتوما اللي بغيتو المهم كتحاولوا تفنوا داكشي اللي بغيتو نتوما دابا نجي ناخذ عاوتاني هادي نجي ناخذها مع هاد النقطه هادي بحال هكا دابا حاليا تقريبا يعني ما بقاش لي بزاف غندير هاد الرابعه هادي اللي معاهم ها هي هنا فوق من هادي ومن بعد غندير هاد الاخرين نفس الطريقه انا غنكمل هاد النجمه باش نوريكم الزواق اللي غندير معكم في التحت والفوق ديالها من بعد فاش كملت النجمه زوقتها بالعقيق
هنايا ما بين هاد اللي كيكون عندنا ربعه، هادو اللي عندي ربعه اللي فوق منهم كندير في الوسط، وهذوك القبيبات اللي دايره بيناتهم كندير الفوق، ودرت هنا واحده في الوسط. دابا غندير معكم الطريقه ديال هذا. هاد الزواق هذا كيتستعمل حتى في التركي، ماشي غير في زواق البرشمان. هاد الزواق هذا كيمكن لكم ديروا بلون او بجوج لوان، يعني انا خدمت غير بلون واحد على حساب الموديل اللي شفت. كيمكن لكم ديروا بجوج لوان، كتولوا ديروا من هنا وكتجيو العكس ديالها باش كتجي مضوبله. المهم غادي دابا نخدم معكم هاد لافاس هادي، خدمت هادي باش نربح الوقت باش نخدم معكم الجهه الاخرى. هكا نجي انا ثبت الخيط هنا، نجي ناخذ من هنايا من تحت من هادي باش تبقى الرشمه مرابطه ليا مع الخدمه. من بعد انا فاش درت نص سنتيم، كيمكن لكم نتوما تقسموها سنتيم نص سنتيم نص سنتيم باش تكملوا باش ديكم رشمه قياس. انا راني غادي غير عيني ميزاني، كنجي كنطلع من هنا كنضرب هنا باش هاد الخيط يجيني هكا، ونجي عاوتاني كنولي نضرب هكا وكنهز واحد 1 مليمتر ولا 2 مليمتر. هكا سهله مصايبهاش. انا نجاو ثاني لهنا الطرف الاخر باش يعني باش ما نطولش في الفيديو بزاف. ندوز للجهه الاخرى. نجي من هنا ندوز الخدمه عندي هكا. نرجع ثاني ولي نقابل مع هاد الخدمه اللي خدمه انا هنا، ماشي انفص معاها. نوريكم ان شاء الله كيفاش تصاوبوا حتى المجادل، يعني دوك الكروشيات اللي كيداروا في قفاطان ولا في جلالب. المهم هذه هي الطريقه. هنا في الرندر يمكن لكم ديروا سامبل او لا ديروا اي حاجه بغيتوا، زوقوها مثلا بالعقيق او لا، يعني تكون مخدومه مثلا بغورميت بالعقيق، ولا نخليو غير ديك البارتي ديال النجمه اللي خاويه. المهم نتوما لكم الاختيار، انا وريتكم غير الفكره لانني طلبت مني الاخت باش ننزل لها موديلات ديال الرنده بزواق البرشمان. داكشي علاش قررت ندير فيديو في هاد الرشيمه هذه في هاد النجيمه. انا قلت لكم يعني كديروا في نص الطوق، كديروا هنايا مثلا نجيمه تجيو مثلا تعبروا واحد المسافه ديال 8 سنتيم وديروا نجمه من هنا ونجمه من هنا باش تجي غير نص الطوق، اولا يمكن لكم تكونوا ديجا خادمين نص الطوق بشي حاجه يعني براند ولا خدمه المعلم، وتجي في التحت دير نص الطوق وديروا نجمه وتهبطوا هاد السليزه هادي وترجعوا ثاني تبعدوا واحد المسافه وديروا نجيمه وغادي هكاك. اولا يمكن لينا نديروا هاد النجيمه ونديروا حتى هنا الشبيكه، يعني الحسكه اللي كنت خدمت معاكم نديروا هنايا نجيمه وهنا نخدموا حسكه وهنا نخدموا حسكه، يجيو غير بارتيات يعني تجي الفوق وتجي في الوسط وتجي لتحت. واحد البارتي مثلا قد هكا شبيكه من هنا وشبيكه من هنا ونجمه الوسط، ونبعدوا ثاني ونكملوا بالموديل باش يجي خفيف وما يجيش شارجيا. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم وما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.